في غضون شهر تم تدارك كافة النقائص المسجلة على مستوى مستشفى 120 سرير، واللي كان مخصص كمستشفى للأمراض العقلية، وبعد اقتراحنا كتحويله كمستشفى عام يتم تخصيص 40 سرير لمستشفى الأمراض العقلية و80 سرير كمستشفى للأمراض العقلية. اليوم الحمد لله اللي راهو مصلحة الأشعة راهي جاهزة ويمكن إدخالها لحيز الخدمة، وعندنا مصلحة المخبر اللي راهي جاهزة لإدخالها حيز الخدمة، ونحن تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بغرض اقتناء التجهيزات الطبية بغرض إدخاله حيز الخدمة خلال سنة 2023، حيث أن مختلف الهياكل تم استلامها خلال سنة 2015، وسيتم إدخالها لحيز الخدمة إن شاء الله خلال سنة 2023. وسيضم جناح كمستشفى للطب العام، فيه مصلحة لطب طب الأعصاب، مصلحة الطب الداخلي، مصلحة طب أمراض القلب والعناية المركزة، واللي راهو يخفف إن شاء الله على مختلف المستشفيات المتواجدة بمقر الولاية، مستشفى عالية صالح ومستشفى بكارية، وإن شاء الله راح يكون فيه خلال المشاريع المقبلة مصلحة لعنبر الجراحة، ومما تدخل الخدمات الجراحية للمستشفى، واللي راهو إن شاء الله راح يستفادوا منه كافة المواطنين، لا سيما وأنه كي نفتحوا إن شاء الله مصلحة للاستعجالات اللي راح يستفادوا منه القاطني القطب السكني الكاتمارس، ويخفف الضغط على مختلف المستشفيات.